السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وجمعة مباركة لكل المتابعين الكرام. دائما قبل ما نبدأ الحلقة ديالنا كنطلب من كل المتابعين اللي كيشوفونا حاليا ما يبخلوش لينا بالضغط على زر الإعجاب وتخليوا التعليقات ديالكم، لأن هادشي هذا كيحفزنا أكثر باش أننا نستمروا في هذه القناة ونقدم لكم دائما الجديد. والناس اللي كتبغينا غادي تبان هنايا، وحاولوا توصلوا هذا الفيديو 2000 لايك وغادي نشوفوا إن شاء الله واش غادي توصل مع الهجوم ديالكم. بلا ما نطول عليكم، دائما كنبداو الحلقة ديالنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالتفاصيل، المعتادون على والد لامين جمال نصبوا له فخا من أجل قتله وهكذا نجا بأعجوبة. حورية فيرغلي تكشف لأحد المواقع الإلكترونية سبب تأجيل زواجها وتجربتها مع الأطفال. منعطف حاسم يخرج العلاقات التونسية المغربية من نفق الأزمة. معهد السلام الأمريكي، الصراع في الصحراء المغربية انتهى، وعلى الجزائر والبوليزاريو استغلال الفرصة للتفاوض مع المغرب. الملك محمد السادس يهدف لتحويل المغرب إلى قوة كروية عالمية، صحيفة إسبانية توضح. الصحافة العالمية تتغنى بالمغربي ياسين بونو. عادت صحيفة لافانغوارديا على كاتالونيا لنشر تفاصيل جديدة تخص واقعة الاعتداء الدامي على والد النجم الإسباني المغربي الأصل لامين جمال بعد اطلاعها على محاضر تحقيقات الشرطة المحلية في الحادث. وتقول الصحيفة أن الاشتباك الأول بينه وبين المهاجمين وقع حوالي الساعة 3 ظهرا، بعدما رش طفل كان يلعب في شرفة أحد منازل الحي بالماء ليصرخ فيه والد لامين جمال ويوجه له كلمات غير لائقة، ما دفع بوالد الطفل وجدي وأخي إلى النزول إلى الشارع والتشاجر مع منير نصراوي قبل أن يتم فض الاشتباك إثر تدخل دورية الشرطة. وتقول الصحيفة أن المعتدين تواصلوا مجددا مع والد اللاعب وطلبوا منه اللقاء داخل مرآب للسيارات بالهواء الطلق من أجل الصلح وتسوية الخلاف، وهو ما استجاب له الضحية ليتفاجأ بحضور الثلاثة ومعه شخص رابع وهم يحملون أسلحة بيضاء، حيث توقوه وشرعوا في الاعتداء عليه بالضرب والطعن وهو ساقط على الأرض حسب تصريحاته للشرطة. ولحسن الحظ مر من المكان صديق لوالد اللاعب، حيث تدخل بسرعة ما أجبر المهاجمين على الفرار ليتم استدعاء سيارة إسعاف مجهزة نظرا للنزيف الذي كان يعاني منه الضحية. وأكدت لافانغوارديا أن منير نصراوي نجا بأعجوبة من موت محقق بعدما مرت الطعنات على بعد سنتيمترات قليلة من أعضاء حيوية في جسمها. كشفت الفنانة حورية فيرغلي الأسباب الحقيقية التي دعتها لتأجيل قرار زواجها وأسباب ندمها على هذا القرار، إضافة إلى حديثها عن تجربة العمل مع الأطفال في مسرحية رابونزل بالعربية والتي قدمتها مؤخرا وحققت من خلالها نجاحا كبيرا واكتسبت به جمهورا كثيرا من الأطفال. وقالت حورية في تصريح خاص لأحد المواقع الإلكترونية في أول يوم لعرض مسرحية رابونزل قبل الصعود على المسرح: كنت أشعر بالخوف الشديد، وذلك لأنها تعتبر المرة الأولى التي أشارك بها بعرض مسرحي، وسعيدة جدا بجمهور الأطفال وحبهم لي. وتابعت: كما أنني استغربت كثيرا أن هؤلاء الأطفال ينادونني باسم روح، وجدت أنه يوجد الكثير من جمهور مسلسل ساحرة الجنوب من الأطفال. وعن الجزء الثالث من مسلسل ساحرة الجنوب قالت: كان من المفترض أن هناك جزءا ثالثا، ولكن تم وقفه لأسباب غير معلومة. وعن استمرار عرض المسرحية قالت: المسرحية لم تتوقف، ونحاول أن نعرضها بالإسكندرية وطنطا والمنيا. وعن أسباب تأخر زواجها والأزمة التي مرت بها خلال الفترة الماضية قالت: منذ أن أتممت عامي 28 وأنا أعلم أنه يجب علي أن أتزوج في أسرع وقت حتى أستطيع الإنجاب قبل إزالة الرحم بسبب الورم، كما أن معظم عائلتي فعلت ذلك. واستكملت قائلة: واستمررت في تأجيل زواجي حتى أستطيع أن أختار أبا مناسبا لأبنائي، ولكنه لم يحدث، ومرت السنوات وقمت بإزالة الرحم قبل أن أتزوج.
هل تخرج علاقات المغرب وتونس من تلابيب الأزمة؟ ذلك سؤال رافق لقاء رئيس الحكومة عزيز خنوش بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مشاركتهما في الاحتفال الدولي بالذكرى 80 لعملية الإنزال البحري بمنطقة بروفانس. لقاء يأتي بعد عامين على اندلاع أحد أعنف الأزمات بين تونس والمغرب. صحيفة تونسكوب التونسية كشفت تفاصيل عن لقاء عمار وخنوش الذي وصفته بإلهام، مشيرة إلى أن الطرفان تبادل الابتسامات والآراء حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والمغرب، معتبرة أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتأكيد الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين الشقيقين وإنهاء الأوضاع الحالية بين البلدين. تفاصيل الأزمة بين البلدين تعود إلى صيف 2022 عندما استضاف تونس لقاء تيكادا اليابان إفريقيا، واستقبل خلالها الرئيس التونسي قيس السعيد زعيم جمهورية البوليزاريو إبراهيم غالي، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس. ساد الجمود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوقفت اللقاءات بين الوفود الرسمية. واحتجاجا على هذا الاستقبال الأول من نوعه، استدعى المغرب في اليوم نفسه سفيره لدى تونس حسن طارق للتشاور، معتبرا أن ما حدث عمل خطير وغير مسبوق، وهو ما ردت عليه تونس بالمثل في اليوم التالي، إذ استدعت سفيرها لدى المغرب محمد بن عياد للتشاور. قال توماس هيل مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام إن الصراع في الصحراء المغربية قد انتهى، وبأن المرحلة القادمة ستعرف مناقشة شروط ذلك. المعهد أبرز مجموعة من المستجدات التي اعتبر أنها مكنت المغرب من حسم الملف لصالحه، وآخرها إقرار فرنسا العضو في مجلس الأمن والمستعمرة السابقة لمنطقة المغرب الكبير بسيادة الرباط على الصحراء. المعهد قال إن القرار الفرنسي سيترك حركة الاستقلال الصحراء الأصلية بلا خيار سوى القبول ببعض أشكال الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. هيل اعتبر أن البوليزاريو وداعمتها الجزائر عليهم استغلال الفرصة للتفاوض على أفضل شروط السلام الممكنة من المغرب لإنهاء حرب تجعل الكثيرين بلا دولة ويعيشون في بؤس، بالإضافة إلى إزالة أحد المصادر الرئيسية للتوتر في العلاقات المغربية الجزائرية وتحسين الاستقرار الإقليمي. المعهد قال إنه بعد 50 عاما من النضال من أجل الاستقلال تواجه قيادة البوليزاريو ضغطا هائلا لتحقيق هذا الهدف، ويصف العديد من الصحراويين هذه القيادة بأنها متقدمة في السن وغير فعالة، معتبرا بأن القيادة ولتفادي الانقلاب عليها يجب أن تدعي نصرا ما، لكن ليس من الواضح ما هو المخرج الذي يمكن اختراعه لقيادة البوليزاريو غير الاستقرار وتقرير المصير الذي دافعت عنه منذ البداية. بالنسبة للجزائر يقول المعهد إن استمرار صراع الصحراء المغربية هو وسيلة لإزعاج خصمها المغرب، وبأنها ستواصل الضغط على البوليزاريو من أجل رفض الحكم ذاتي من أجل انتزاع تنازلات من المغرب تفيد الجزائر مباشرة، لكن غير واضح أيضا ماذا تريد الجزائر وما قد يرضيها ويخفف الضغط الداخلي بعد تحول الملف إلى شأن داخلي. المعهد أكد أن الزخم الدولي كله مع المغرب، مشيرا أنه في المستقبل القريب سيكون الصراع على أراضي الصحراء الغربية قد انتهى فعليا، مع بقاء عدد قليل من الدول فقط تستمر في الدعوة لاستقلال الصحراويين. وبالنظر إلى تفوق المغرب العسكري النوعي على البوليزاريو، ليس أمام الصحراويين خيار آخر سوى المفاوضات التي قد تمنحهم شروطا أفضل ضمن الحكم الذاتي. استأثرت اتفاقية الشراكة التي وقع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع مع مجمع المكتب الشريف للفوسفات وشركاء من القطاع الخاص مساء يوم الثلاثاء 13 من غشت الجاري بمدينة المذيق لإحداث صندوق خاص لتمويل وتطوير التكوين والرفع من مستوى المواهب الصاعدة اهتمام الإعلام الإسباني. في هذا الإطار ربطت صحيفة لاراثون واسعة الانتشار بإسبانيا بين توقيع هذه الاتفاقية وبين عدم تمكين المنتخب المغربي الأولمبي من بلوغ نهائي الألعاب الأولمبية باريس بعد هزيمته أمام إسبانيا، والنقاش المثار حينها بخصوص ما يسمى تدخل وليد الرجراجي في قرار المدرب طارق سكيتيوي.
واعتبرت الصحيفة أن النقاش المثار في المغرب حين تبدد مع فوز المغرب الكاسح أمام مصر وإحراز الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ المملكة، مشيرة إلى أنه مباشرة بعد هذا الإنجاز التاريخي انكبت الجامعة المغربية لكرة القدم على شق آخر من تطوير الكرة المغربية ويتعلق أساسا بالتنقيب عن المواهب. ويرى المنبر الإعلامي ذاته أن خطة الملك محمد السادس المتمثلة في الاستثمار في كرة القدم تهدف لتحويل المغرب إلى قوة كروية على الصعيد القاري والدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطة شرعت في خطو خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. ووفق ذات المصدر، فإن الاتفاقية المبتكرة الموقعة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموعة OCP الشركة الرائدة عالميا في مجال الفوسفات والعديد من الشركاء من القطاع الخاص تأتي في إطار توجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى الحوكمة الرشيدة والشفافية والاستثمار في البنية التحتية ومواهب الشباب المغاربة. سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على تخطي نادي الهلال السعودي لعقبة منافسه الأهلي بركلات الترجيح 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بهدف لمثله في نصف نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودية. وحجز الفريق الهلالي بطاقة عبوره إلى المباراة النهائية للمسابقة بانتظار الفائز من مباراة النصر والتعاون والتي تقام أمسية الأربعاء 14 من أغسطس، ومنح البرازيلي روبرتو فيرمينو الأهلي الأسبقية منذ الدقيقة 46. وبينما كانت المباراة تتجه إلى فوز الراقي، تمكن الهلال السعودي من تسجيل هدف التعادل عن طريق السربي ألكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة 90 ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت الهلاليين بعد تألق اللافت للحارس المغربي ياسين بونو. وأشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالحارس الهلالي ياسين بونو مؤكدة أن الدولي المغربي كان السبب الرئيسي في حجز فريقه لبطاقة العبور إلى المباراة النهائية. وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار، وصل الهلال السعودي مسيرته الخيالية من الهزائم محليا منذ العام الماضي بعد فوزه على الأهلي، بدا أن المباراة ستذهب لفريق ماتياس ياسلي بهدف فيرمينيو، لكن ميتروفيتش كان له رأي آخر وجعل المباراة تذهب لركلة الترجيح حيث ارتدى بونو كالعادة زي البطل. وجاء في ختام تقرير الماركا، من مسافة 11 مترا كان رجال المدرب جورجي جيسوس واثقين جدا من تسديداتهم على عكس الأهلي الذي أضاع ركلتين بعد تصدي بونو الرائع لركلة جابرييل فيغا وتسديدة روجر إيبانيز التي ذهبت خارج المرمى. من جانبها عنونت شبكة جلوبو سبورت البرازيلية عن المباراة قائلة: الهلال السعودي يفوز بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر، فريق جورجي جيسوس يتعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي مع الأهلي والحارس بونو يتألق في ركلات الترجيح. تجدر الإشارة إلى أن الهلال هو بطل النسخة الماضية حيث حقق اللقب عقب فوزه على الاتحاد 4-1. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، ودائما جديد الأخبار، فلا تبخلوا علينا، اضغطوا على لايك.